أهلا وسهلا بكم أيها المستمعين وأيتها المستمعات على تير إذاعتكم الجديدة راديو أزرو لايف. فهذه الحلقة جديدة اللي خصصناها الأخ جواد بن سلام في الحلقة الثانية من برنامج حقائق اللي غادي نتحدثوا فيها وغادي نسلطوا الضوء حول اختفاء ديال الزوجة ديالو والصراع ديالو مع المرض والبحث عن الزوجة. ما تمشيوش بعيد، خليكم دائما معنا على تير إذاعتكم الجديدة راديو أزرو لايف. راديو أزرو لايف. السلام عليكم أخي جواد، مرحبا بك معنا في حلقة جديدة من راديو أزرو لايف في برنامج حقائق. السلام عليكم زهير، تنشكر الناس اللي خدامين في الراديو. شكرا جزيلا خويا، وتنعطي التحية الناس اللي تيشوفونا كذلك واللي تستمعونا. الناس اللي كيستمعونا وشكرا. كنشكرك أخي جواد يعني على هاد الكلمات الخارجة من القلب. السؤال الأول، وهو قمنا بواحد الروبورتاج معك في الحلقة الأولى من البرنامج ديالنا، فكي كانت الاستجابة ديال الناس مع الفيديو؟ جاي عندي واحد عائلة في الخارج ومنطقة ديال المغرب، الناس يواجبوني تيقولوا شنو بانت شي حاجة، وهذه تيسولوني واش بانت المرأة والوليدات، تنقول لهم سيدي مازال ما بانت. وعندي واحد ولد عمتي في فرنسا حتى هو تي واجبني، قال لي واش مازال ما بانت المراه والوليدات، ولو مازال ما بانت. وقالوا لي تنقلبت انا تنمشي للمنطقه، تنمشي مدينه مكناس فاس هذه غير الدار البيضاء، قالوا لي الناس راه كاينه تمايا، واني انا ما عرفت في البلاصه فين كاينه. في الدار البيضاء راه كبيره، راه ما عرفت واش على برا واش في وسط المدينه ولا ما عرفتش. انا راه الدار البيضاء كبيره، وتنشوف الناس هاد المنطقه، هاد الناس هادو اللي تيواجبوني وهادي اللي ردوا عليا، تنقول لهم الله يحمي الوالدين اللي شافوها مره اخرى عاوتاني. الله يجازيكم بخير ويخلي لكم صحتكم. انا تنطلب لكم في هاد العواشر هادو قريب رمضان، الله يحمي الوالدين، دابا راه عام هادي ما شفتش وليداتي، الله يجازيكم بخير اللي شافوا اللي شفتوا هاد المراه هادي وهاد الوليدات، اتصلوا بالراديو الله يحمي الوالدين. مع اقتراب رمضان الكريم والبعد ديال الابناء ديالك، فكيفاش كتشوف رمضان وانت يعني بعيد على الابناء ديالك؟ فكيفاش كتشوف رمضان بلا ما يكونوا حداك الابناء ديالك؟ رمضان دابا حيت تيجي بالخير الحمد لله، ودابا الناس اللي عندهم وليداتهم تنشوف وليداتهم مجموعين في وسط الطبلة، وهادي الناس فرحانة تجالسين مجموعين وليداتهم والمرأة ديالهم وكلشي، الناس فرحانة. انا دابا حيت ما تنشوفش ولادي مريض صحتي صافي، تنمشي تانا دري هي بوحدي، انا بغيت نمشي نتسطاني لحقاش ولادي راه كبده هذيك ما سهلاش. وجا العيد ما عيدوش معايا، انا هادشي تنهضروا راه ماشي تفليات ولا راه متقلب على ولادي، راه عام هادي ما شفتهمش عام. الله يجازيكم بخير الا تشوفوا هاد الوليدات، اي واحد الا راه ما تنعس، والله العظيم ما تنعس، تنشوف وليداتي ما حداياش، وانا مريض وبغيتي نشوفو، وقريب رمضان وبغيتي نشوف ولادي، شحال هادي ما شفتوش، والله انا ما تنعس، انا قلبي اللي عارم. وتنشكر هاد الناس هادو هما واقفين معايا مساكنو في هاد العواشر، بغيتهم اقرب وقت يبانو ليا هاد العواشر هادو، الله يجازيكم بخير اللي تنشوفوهم. انا راه مقلبي انا تنقلب على ولادي والله العظيم. فصراحة يعني الجو يعني هو يعني مملوء بالحزن والبحث ديالو عن الأبناء ديالو، فمؤسف جدا أننا نشوفه الأب هو كيتقطع على ولاده وكيدوز يعني رمضان والمناسبات ديالو كيدوزو بلا الأبناء ديالو، والمطالبة ديالو هو يعني إيجاد ديال الأبناء ديالو والبحث ديالو. فكنطلب من المستمعين هذا صراحة خطاب يعني كنرسلو من القلب، باش أي واحد شاف صورة ديال الأبناء ديالو يحاول باش أنه يتصل براديو أزرو لايف، ولا يحاول يتصل بالنمرة ديال
الاخ جواد ويخبره. فغادي ندوزو عند الاخ جواد. واش حاولتي باش انك قمتي بواحد بعض العمليات يعني الاجراءات باش تبحث عاوتاني من جديد على المراه؟ واش اتجهتي المسائل القانونيه؟ قلبتي دقيتي بيبان؟ اي مشيت درت الحاجه، درت القانون، مشيت درت رجوع البيت زوجيه عندي المحامي العمراوي، هو راه خدام حتى هو الله يحمي الوالدين وخلي له صحته. تنطلبوا ومشيت درت شكايه علاش خرج الولد من المدرسه. مشيت لعند المدير سقسيته، قلت له واش الولد تيقرا هنا بن سلام ياسين عندك؟ قال لي اياه، ولاني هذه مده شهر في 2014 في ربعه، فاش في شهر ربعه فيه واحد، فاش خرجته من المدرسه تاتجي امها باش تهز الانتقال ديال المدرسه ديال الولد، بغاو ينتقلوه من المدرسه شي مدرسه اخرى، ولاني قال لهم المدير تيكون با حاضر، اش انا اللي مسني على هذيك الورقه على فاش يقرا. وجات خرجته من القرايه، هزات له ضيعته من القرايه، علاش تضيع هذا الولد هذا من المدرسه وهو تيقرا؟ قال لي المدير، قال لي هذا السيد هذا الولد هذا عندكم تيقرا مزيان وضيعته، بغيتها ربي يسد لي حقي. انا ما بغيتش ولادي يضيعوا. انا اولا المخزن عطانا المدارس فابور الكتوبه، تعطيو الدراري الكتوبه الله يجازيهم بخير خدامين، ولكن هاد المراه هادي ما قارياش، ما عارفاش اشنو، علاش تخرج الولد من المدرسه؟ انا بغيت الولد يقرا، والولاد كاع في المغرب هما طالعين مساكن قاريين وواعيين، وهادي بغات تخرجو من المدرسه، ضيعاتو من المدرسه مسكين، ما عرفوش حي ولا ميت. انا دابا عام هادي الله يجازيكم بخير، لا تتشوفوا هاد الولد هذا وهاد البنيه راه عندها 4 سنين والولد طالع في 8 سنين، الله يجازيكم بخير، راني توحشتهم بغيت غير نشوفهم، واش حيين ولا ميتين؟ بغيت نعرف انا باش ما بقاش نتكرفس، انا راني مكرفس، انا راني مريض، انا تنمشي نقلب من هنا، تنمشي مكناس، مشيت المحكمه، مشيت الوكيل، قالت لي حتى هي الوكيله قالت لي قلب حتى انت وقلب، قلت لها راني مريض كي غندير نمشي نقلب؟ انا مريض وتمشي تصور ديالهم وديال المراه، تنمشي للقهاوي تنشوفهم، تنقول الناس جميع الناس وتيقولوا لي هاد المراه هادي ما صالحاش، هادي ماشي مراه، هادي تيقولوا لي ما يمكنش الولد تخرجوا من المدرسه الناس علاش يقراو ولادهم باش ينجحوا باش يقراو ويفهموا، هي ما قاريه ما فاهمه، بالسيف خرجت الولد مسكين من القرايه تيقرا. والله يجازيكم بخير، تنشكركم والله يحمي الوالدين والناس هادو اللي تنجي لعندهم ديما راه تنبرسطهم، وهما مساكن تيديروا داكشي اللي في جهدهم، راه مساكن تنقول لهم راه تنبرسطكم، ولكن هما ما تنبرسطهم، مساكن تيقولوا لي هادشي راه عليا انا، هادشي بغينا يبانوا ولادك، حنا حتى حنا بغينا تشوف ولادك وهادي. وانا رمضان قريب الحمد لله، والعيد عيد هذاك العيد اللي فات ما كانوش حدايا، هذيك الساعه نيت فاش مشات هربات بهم العيد اللي فات الكبير، وتعيدوا الناس انا والله ما عيد، انا بديت تنشوف ولادي ما معيدش تنعيد له، وتنجي ديما تنشري لهم العيد والحمد لله، وتلقس وانا اللي سبعت لهم وكل شيء درت لهم وقريتهم 8 سنين ديال العشرة مع هاد المرأة هادي. انا بغيت نشوف اشنو بغات، انا بغيت حرمتني على ولادي، بغيت نشوف ولادي، وانا مشيت دابا عند واحد الجمعية ياك ما يشوفوا، انا يتم ندير كل شيء، حيت انا ما كنت ما تنقلبش عليهم، ولا راه ربي لي شاهد، انا راه تنقلب على ولادي، انا بغيت نشوف ولادي فينا هما، واش عايشين ولا ميتين، ولا تكرجوهم شي واحد ولا تضربهم، انا باهم انا اللي نحن فيهم، انا حتى واحد ما يحن في ولادي رانا، وتنطلب ربي يبين لهم لي، وهاد الناس هادو راه تيديروا في جهدهم اللي كان، الله يحمي الوالدين الى شتو.
فكنشكروا كاع المستمعين والمستمعات يعني اللي كيسمعونا وكاع الناس اللي كيشاهدونا في يوتيوب وكذلك في السيت ويب ديالنا. كنطلب لهم موعد مع حلقه جديده وبرنامج جديد وحلقه جديده من برنامج ديال الحقائق. فكنتمنى ان يعني الكلام ديالو يكون وصل للقلب, وصراحه كنتمنى يرجعوا الاولاد ديالو يعني يرجعوا لعندو. وراه كما قالوا يعني الاب يعني كيبقى دائما حنين على ولادو, وراه كيتقطع غير على ولادو. فاللحظه غادي نخليكم مع فاصل وغادي نوليو, ما تمشيوش, خليكم دائما معنا في راديو أزرو لايف. راديو أزرو لايف, رجعنا لكم من جديد مستمعينا مستمعات على أثير إذاعتكم الجديدة راديو أزرو لايف. ففي الختام شنو ممكن أخ خليد يقول للمستمعين والمستمعات؟ سنشكر الراديو والمستمعين, سنشكرهم والله ينصر سيدنا ويطولنا عمره ويخلي له ولده, يا ربي يا ربي ويطولنا عمره. هادشي مثلا